فرق قلبك لو كان طيح تاكسي جد وحسان رايح تسمع كلام انا رمالي دي الهبال لما تحكم في الراجل دار تسحبه مع القانون الاخر راضي بشي قال هكذا لازم تكون وليك لونساج 100 مليون يسهل زواج فرق قلبك معانا كون رزين ما تتنرفاش وفرق قلبك وفرق قلبك اطلع واش راي كل واحد فينا عن الناس اللي يرموا والديهم في دار العجزة؟ تصور أنك في يوم من الأيام تركب سيارة أجرة تلقى زوجها تطلب من زوجها يطرد يماها من الدار انت واش يكون رايك؟ هيا شوفوا هاد السيد كيفاش كانت ردة الفعل نتاعو يما بوندو يما خير منها يما دي لي طعام برجلها ناكلو برجلها حاشا نعمة محلي شنو الحكمة ما عمتش وشعر كان اسمها ما عاد الكي سبايا كان صابر صاحبي كان على ناري صابر عندك دراري خونا عندك دراري معاه واحد معليش معليش ما كاش مشكلة نقول لك حاجة اسمح لي يا ايه وراء المشكلة نروح لدارنا ومشيها قدام دلول وزيد نفهمك انا جبتها مقرونوبلا دارتها على الراس والعين مقرونوبلا اني جايبها ملها راهي عندي في الدار نقسم لك بالله دخلك للدار غير تتوهم فوق زوالي يا وشنو اللي عندي ميتي تاعي شباب ماشي انا شباب انا نخدم ديكوراسيون فنان نخدم صبيغه ديكور كاع نخدمو ديكور كاع لا بلومبري جينيرال صدقني بالبابا انتريتي فين نيوسا عندي الشيخ كان عايش ليه انا مارك انا نتاعو دايها مليح ماشي كاع مع هاد العيفات انا دوش انا نقول له وان شاء الله يسمح لي هادو عواشر لو كان انا قالت لي هاد الكلمه نقسم لك ربي وكان تزيد تدخل للدار والله ما فيا ريحه ترجع ديها اللوتيل ما سمعتهاش واش قالت له قالت له شي كابا وديها له اه ودي انا كابا صاحبي انا بالعين انا حكاش لوتيل انا قلت نحط لها الاخر ما عندي ما ندير صاحبي الله غالب شبي ندير خويا شبي ندير قول لي شبي ندير عنديش ساكن عندهم بصح انت انت دار مالك دار يماك ما نجمش الضيق صاحبي تما الضيق يا خو نقعد مع يما في لوطال والله غنقعد مع يما في لوطال والله نقعد مع يما ما تنجمش طيب لي انا كي دير صاحبي لا خدمه لا والو ما كاش خدمه اصلا صاحبي مانيش خدام انا هي ضرب تما هي راهي ربتني راهي دايره كل شيء معليش معليش ما كاش انت ترمي يماك هادي عباك لي تقولوا لي دايما لوطان ما يخسرش منك لوطان نطلع لها الماكلة الوقت المغرب وصاي هذا ما كان فوق جهدي جات كيما هكاك ما عندك غادي ندير منينك صاحبي اسمح لي يا اسمح لي على كل هذا انا كنت عايش في فرنسا ودخلت انا منه صاحبي انا كنت عايش في كورونا هادي عرفتها في فرنسا صاحبي هادي لو كان تاتي هاك انا بيرسونال تاع اسمها راهي حوالي يا خو والله ما دخل عندي الدار والله ما دخل لي على الدار وكان قطع راسي يا انا غربي حر يا خويا انا ما نكذبش عليك حنا 14 في الدار 14 مقبل قلتها لها قدام والديها عندي بابا ويما قلت لهم بلا نزيد ما حبيتش غادي على الدار كيما انت تحبي مالك انا تاع مالي سبق عليك انت ما نكذبش عليك ماشي قادي ترجل انا رجلك تاعي مع مالية ماشي كاع الغاشي انا شو ما تلعب ليش كاع باسكو شو سوفريت لقيتهم هما درت اكسيدون قريب ما تلقيتهم هما انا ما نكذبش عليك انا مر شكرا انا دير مزيان مش كاع تقول لي صحه
انا للدوك 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 المراه لو كمت لو كمت قيمش حياتي بلا يما هاي في دارها هذه شو خطبت وحده من زيرالدا هذه خطبت وحده من زيرالدا ولات لدارهم بلا ما على بالها انا عم ما نكذبش عليك ماشي قادر انا رجله عند روحي انا رجله وماشي موشم انا طايب ماشي شاو صافي وشمت لداخل هنا داخل راسي انا اشوف انا عندي عقليه كنقول لك انا جاي خلاص سيفون جاي ما نقدر نحبط في الكاب عقلي انا شر ما يشعر بالي يا باب الودن نريد بروفونس انا شوف عندي دار في وهر عندي دار في بليده عندي فيلا في شفا عندي وحده في مفتاح عندي هنا افسان عندي بسعيد حمدين الحمد لله ما نكذبش عليك الحمد لله والخير الحمد لله شوف بابا بابا باش نزيد نفهمك عندي مرض بابا ما تغسلهم له انا نغسلهم له هذا نعطيك من الاخر شوف صاحبي عبد الحاشم خويا ولا صوفر واش خويا حطني هنا يا صاحبي انا ما الاخر شوف انا الحق مرتي بصراحه برا كيفو راح نلحق مرتي انا يا صاحبي والله صاحبي راك تعرف الدار عندك الميروتير عندك كل شيء ما نعرفش لا يضل اخدم معاه السومه اخدم معاه السومه ما نحلفوش اش بيك هذا كان تهضر معاه تحت المية في جوز الكابي بس ما قلت لك نلحق مرتي ما نقدرش باه بيد الناس ما شفتوش يا ربي لكن بلا بلاد نورمال الكابي انا حصلني كاع ندير عبد الله مال يا هادي تحليل معاه ما كانش شفتوش انا صباح هادي ما عندهاش احترام هادي دايره به ليفري وخلاص هذا ما كان هذا ما كان غادني ولا غادني بصح وشنو مشي للدرجة هادي انا غادني بصح مشي للدرجة هادي هذا ما كان غادني بصح مشي حتى للدرجة باش ندل روحي قدام هكذا الناس قول لي يماك ما كاينش منها هادي تم نصرفها ماشي داخل الكروسة نحفظ نقول هاي تشوفي نرميها في كاش فوسي وش بيك ولا يما هذا هو ابا كنت جايز على اللوطة تاكي ضاني اطلع اطلع اصبر يا صاحبي وش بيك اصبر جايز على اللوطة قد من معليش 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 صاحبي انا جيت في الاخر فرود ولا معلي بي صاحبي اديني الاخر كيطاني ولا حاجة حطو سيد سامع لي تاك قال 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 شو دقيقه قال 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 شو هنا قال وي وي جاريب 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 شو شو العام شو العام شو العام شو العام كي طاني وش له اخو السلام عليكم واش دخل كنت من شرفيه القبيل السلام عليكم سبحان الله السلام عليكم كيف تقول له كيفاش بدا لا لا واش قلت له قلت له كيف الدين باك بدرجه فوق ما كاش من عادي يما لا لا واش قلت له معليش غير في البير نورمال انا ما كاش مشكل انا نحب يما يا اخو سي نورمال كي انا يما سي بوني كيف شو واش قلت له قلت له ساعه في خاطرك معليش خليه فيلمي واش قلت له قلت له حاجه ما نقدرش نخليه يما لو كان تخدم لي طعام سمعتها مش راح نقول انا يا صافي بليزير يما مازال ان شاء الله دايره فوق شفارتي فرق قلبك لو كان طيح تاكسي جد وحسان رايح تسمع كلام انا رمالي دي الهبال لما تحكم في الراجل دارت سحبه مع القانون الاخر راضي بالشي قال هكذا لازم تكون ناوليك لونساج 100 مليون يسهل زواج فرق قلبك معانا كون رزين ما تتنرفاش